بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. شايفين البنت الجميلة دي؟ تمام. ملكز دريم، ملكز دريم، حلم ملك. دي بقى قصة الصف الثالث الابتدائي الجديدة السنة دي، بتتكلم عن حلم ملك. ملك دي طالبة زيكم في تالتة ابتدائي وعندها حلم، عايزة تحقق الحلم ده. تعالوا نشوفوا هتعمل ايه علشان تحقق حلمها. هنشرح ليكم فصول القصة كاملة مرة واحدة كمعرفة للطالب يعرف بيها القصة كلها، وبعدين نبدأ نشرحها فصل فصل ونخرج أهم الكلمات وأهم الدروس المستفادة من القصة. وبعدين الغرض من الفيديو ده ان الطالب يعرف القصة كلها اولا، ويبقى خد فكرة عامة عليها، ويعرف ملك هي مين وهدفها ايه في الحياة، وهي اصلا ليه جالها الهدف ده، ويا ترى الهدف ده هتفيد بيه الناس ازاي. وبعد كده ان شاء الله لحين نزول كتاب المدرسة هينزل الفصول، يعني هي القصة نازلة كده مرة واحدة لان ايه لسه ما نزلش الكتاب. فمجرد نزول الكتاب هنشرح فصل فصل بالتفصيل ونخرج اهم الكلمات ونقول ايه الكلمات المهمة اللي نحفظها وايه اللي ما نحفظهاش. تمام، يلا نتوكل على الله ونبدأ قصتنا. ملك طبعا في الاول احنا هنتعرف عليها، بيقول لي this is ملك. She loves teaching. She wants to be a teacher when she is older. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة بيقول لي this is ملك. this is ملك يعني هذه هي ملك، هي دي ملك اللي احنا هنتكلم عنها. she love، خدنا كلمة love قبل كده، تحب. teaching التعليم او التدريس. she loves teaching، هي تحب التدريس. she wants to be a teacher، فاكرين want to be اللي قلناها في درس الدرس الخامس، تريد أن تكون، وخدناها في سنة أولى، تريد أن تكون معلمة أو مدرسة. when she is older، لما تكبر. يبقى ملك بتحب التدريس وعايزة تكون مدرسة لما تكبر. احنا نتعرف على القصة في الأول وبعدين نبدأ ناخد الأسئلة اللي عليها والكلمات اللي فيها ونشوف هنحفظ ايه واستفدنا ايه من القصة. بعد كده نكمل. ملك can't hear well، يعني ما بتقدرش تسمع كويس. ملك can't hear well. طبعا كانت لا تستطيع وهير تسمع وويل جيدا. احنا هنا هنتكلم عن المشكلة بقى بتاعت ملك. ملك لا تستطيع السماع جيدا، ما بتسمعش كويس. she wear، wear يعني يلبس. a hearing aid، بتلبس آلة سمع. يبقى هي ما بتسمعش كويس وترتدي سماعة أذن، بتلبس سماعة أذن. ليه طيب؟ قال لي ذات هيلب، خدنا هيلب طبعا، ذات هيلبس هير، بتساعدها تو هير بيتر، ان هي تسمع افضل. يبقى بتلبس سماعة ودن علشان تسمع كويس، ومن غير السماعة مش هتسمع كويس. تمام؟ طيب بيقول لي بقى sometimes، احيانا ملك feels sad، يعني ملك تشعر بالحزن احيانا. because بسبب some children، بعض الاطفال aren't kind to hear، مش كويسين معاها، مش مؤدبين معاها، لان بعض الاطفال غير عطوفين معها. وايه كمان؟ هي بقى عارفة انهم غير عاطفين، يعني هي حاسة بالموضوع ده. تمام؟ ليه؟ لانهم لا يفهمون جيدا. العيال دول مش فاهمين كويس ان ليا طالما ان هي ما بتسمعش المفروض ما نضحكش عليها، ما نسخرش منها. لا بالعكس، ده احنا نيجي نكلمها بعطف ونبقى عاطفين معاها. she wants to be a teacher، هي عايزة تكون مدرسة. يبقى she wants to be a teacher، عايزة تكون مدرسة. ليه بقى؟ she can help people to understand، علشان تساعد العيال دول ايه بقى؟ يفهموا، تفهمهم ان هم ما يضحكوش على زمايلهم، ما يسخروش من زمايلهم اللي عندهم مرض.
تمام؟ طيب تمام، تعالوا نشوف بقى. ملك جو اللي خدناها جو باي كار يذهب، يبقى ملك جوز تو ا سبيشال تيتشر، بتروح لمدرس خاص. ذا تيتشر شوز ملك هاو تو ريد، الاستاذ بيعلم ملك ان هي ازاي تقرا. تمام، طيب هتقرا ازاي بقى؟ ازاي تقرا اللبس؟ لبس خدناها في سنه تانية اللي هي الشفايف، طبعا بتعرف طريقه الشفايف، تشوف شفايفه بيقول ايه وبعدين تفهم منه. Now ملك can see what people say، هي بتشوف اللي الناس بيقولوه. يبقى أول حاجة المدرسة الخاصة دي علمتها تبص لشفايف الناس وبعدين تشوف الشفايف بتقول إيه وتحاول تفهم الناس بيقولوا إيه. تمام، ملك is very kind، kind يعني طيبة وعطوفة، ملك عطوفة جدا. And like تحب playing games، هي بتحب تلعب الألعاب with her friends، بتحب تلعب الألعاب مع مين؟ مع الأصدقاء. بعدين she talks to them، وبتتكلم معاهم. they can understand here، وهم كمان يقدروا يفهموها. طيب نيجي بعدين، تيجي بقى ملك بتتكلم مع مامتها. فاكرين توك تو يتحدث الى، لما هاني كانوا وهنا كانوا توك تو مامي، بيتحدثوا مع مامتهم علشان يقولوا لها خش المطبخ او ما تخشيش. فطبعا هنا ملك توكس تو هير مام، بتتحدث ملك مع مامتها. هير مام سيز، مامتها بتقول يو كان ورك هارد، انت تستطيعين العمل بجد. ملك تتحدث مع امها، وامها بقى بتقول ان هي تقدر ايه بقى تعمل بجد. ملك تقدر يعني انت تقدري تذاكري وتقدري تجتهدي وتقدري تفهمي، واي حد عنده حلم عاوز يحققه، اللي عاوز يبقى دكتور يجتهد عشان يكون دكتور وهكذا. طيب you can go to university to be teacher، انت لازم تروحي الجامعة، يمكنك ان تذهبي الى الجامعة لتكوني معلمة. You are very clever، انت شاطرة جدا وتقدري تعملي الحاجات دي. You can help deaf children، تقدري كمان تساعد الاطفال الصم دول، تساعدهم في ايه؟ ان هم يفهموا، تساعديهم ان هم يفهموا. يبقى قالت لها تقدري تروحي الجامعه عشان تبقي معلمه ماهره، وانت كمان ماهره جدا، وتقدري تساعد الاطفال الصم دول علشان يفهموا الحاجات اللي انت كنت عايزه تفهميها لزمايلك. تمام، طيب ملك بقى want to speak to all deaf people، عايزة تتكلم مع كل الناس الأصم دول. تمام، ملك تحب أن تكلم الطلاب الصم دول. she wants to help them، عايزة تساعدهم. she learns sign language، هي بقى بدأت تتعلم لغة الإشارة عشان تساعد العيال دول. تمام، she can say hello in sign language، هي دلوقتي بتقدر تقول هالو اهلا بلغة الاشارة، يعني تعرف الناس بلغة الاشارة، يعني مجرد ما زي ما احنا بنشاور كده بنقول هالو هالو، بتشاور بايدك لزمايلك كده، يبقى انت كده بتقول ايه؟ هالو كمان، وبتقول لهم كيف حالك بلغة الاشارة. she can ask how are you how are you in sign language، وبتقول لهم برضو كيف حالكم بلغة الإشارة. تمام، يبقى هي من غير ما تتكلم بإيديها كده بتعرف تقول أهلا، وبتعرف تقول إزيك عامل إيه. تمام، she learns how to say many things، تتعلم بتقول حاجات كتيرة بلغة الإشارة بقى، آكل أشرب أروح آجي أدخل أخرج كده يعني. تمام، she talks to deaf people، برضو بتتكلم مع الناس الصم. her friends like sign language، واصحابها بيحبوا لغة الإشارة، اصحابها بدأوا يحبوا لغة الإشارة ويفهموها من غير ما يتكلموا. تمام، طيب ملك friends بقى wants to learn sign language، يبقى اصحاب ملك، ها اصحاب ملك بقى بيحبوا ان هم يتعلموا لغة الإشارة، بيحبوا ان هم يتعلموا لغة الإشارة. اصدقائها يريدوا ان يتعلموا لغة الإشارة، بيقولوا الملك بقى من فضلك علمينا لغة الإشارة،
يبقى إذن بدأت هي في الأول تفهم زمايلها ما يتريقوش ما يسخروش على الناس اللي هم عندهم مشاكل، وفي نفس الوقت بدأت اجتهدت وتعبت لحد ما اتعلمت لغة الإشارة وبدأت تعلمها لزمايلها كمان. إن شاء الله هنشرحها بالكلمات وجزء جزء وفصل فصل لوحديها لما الكتب تنزل. دي كانت فكرة عن القصة ككل. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.